السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيو أو سيوراي، واليوم نشوف الشرح الكامل للتحديات الأسبوعي للأسبوع الثامن من السيزون السابع. سبع تحديات، أول ثلاثة بيكونوا تحديات مجانية يسويها الكل، وآخر أربعة بس للي شاروا الباتل باس. لا تنسوا تحط اللايك على المقطع والشرك لو حاب تشوف تحديات كل أسبوع. وبدون مطول أخليكم مع المقطع. في البداية ما في أي تحدي تقدر تخلصه في بلاي جراوند أو في الكرياتيف، يعني لازم تدخل سولو دو أو سكواد أو الأمواد الجانبية، وحط في بالك أنك لازم تموت أو تخلص الجيم بعد ما تسوي أي تحدي عشان ينحسب لك. يعني لو طلعت على طول بدون ما تموت أو تخلص الجيم، التحدي ما راح ينحسب لك ولازم تعيده. ونبدأ معنا التحدي الأول. قم بوضع اللانش باد أو النار الكام فاير ثلاث مرات، مرة في كل الجيم. التحدي هذا مرة بسيط، ومثل ما تعرفون في شيء اسمه اللانش باد، وهو الغرض البنفسجي واللي تلاقيه في كل مكان في اللعبة. وفي معنى النار اللي هي الكام فاير واللي يكون لونها أزرق. ولو تلاحظوا في آخر تحديث اللعبة زادت نسبة اللانش باد والنار بشكل كبير، يعني في احتمال أكبر أنكم تلاقوا هالغرضين. المهم أول ما تلقى واحد منهم على طول حط أرضية وحط اللانش أو النار، وكذا بتنحسب لك نقطة. ولما تخلص الجيم سوي نفس الشيء مرة ثانية ومرة ثالثة، مرة في كل جيم، وتكون خلصت التحدي. التحدي الثاني المجاني، قم ببناء 250 قطعة بنائية. تحدي سهل ومباشر، أظن أسهل تحدي لهالأسبوع. باختصار لازم تبني، يعني ادخل لأي مود على كيفك ما عدا الكرياتيف والبلاي جراوند، وتجمع موارد وبني 250 قطعة. يعني بتحتاج انك تخسر 2500 موارد وتكون خلصت التحدي. لا تستعجل كثير وعلى راحتك، لانك تقدر تخلص التحدي في جيم واحد او في اكثر من جيم. ممكن حتى تنزل الغابات وولينج وودز وتجمع خشب وتبدا تبني وتبني لما تخلص التحدي، او العب بشكل طبيعي وبتلاحظ انك خلصت بكل سهوله. وصلنا للتحدي الثالث، اخر تحدي مجاني. هنا معنا تحدي غير شوي، وهو تحدي النجمه العاديه. النجمه هذه تعتبر تحدي ولازم تاخذها، وصراحه احلى نوع من التحديات لانه مره سهل. التحدي يقول قم البحث بين القبو السري وبين تمثال المرأة الحجري وبين سرير مسطح مدري شو. المهم اعرف المكان بالتحديد، لذا روح المكان اللي انا رايح له، والحين بشوفكم على الخريطة. المكان هذا على طول جنب الغابات ويلينج وود، بتلاقوا نفس جبل صغير، وفوق جبل في منطقة دائرية لونها غامق شوي، وفوقها بتلاقوا النجمة العادية. خذوا النجمة هذه وراح تكونوا خلصوا التحدي، بس اهم شيء انتحروا او خلصوا الجيم. والحين وصلنا للتحديات المدفوعة، التحديات اللي ما تقدر تسويها الا اذا شريت الباتل باس. والتحدي الرابع تحدي مراحل، وهو اللي تكرر كل اسبوع، وهو تحدي زيارة الاماكن. التحدي هذا مرة سهل، لازم تزور مكانين في جيم واحد، يعني تروح لخريطتين بنفس الجيم. واحسن شيء ممكن يساعدك هو الطيارة. المهم معنا ثلاث مراحل، ولازم تخلص مرحلة في كل جيم، يعني بتحتاج ثلاثة جيم بالضبط عشان تخلص التحدي. والمرحلة الاولى قم بزيارة خريطة بارادايس الصحراوية وسوت سبرينجز او الخريف المملح في جيم واحد. انزل لأي خريطة وبعدها روح للخريطة الثانية وتكون خلص المرحلة. وانصحك تنزل لبارادايس وتاخذ رفت وبعدها تروح لخريطة سوت سبرينجز. المرحلة الثانية قم بزيارة جنك جانكشن ولوت ليك في نفس الجيم. اظن انه كثير سهل، انزل في البداية لجنك جانكشن بيكون احسن لك، وبعدها حرك لين لوت ليك وبتكون خلصت المرحلة. المرحلة الثالثة والاخيرة ممكن تكون الاصعب، قم بزيارة المقابر هانتد هيلز والغابات ويلينج وودز في نفس الجيم. هنا الخرائط هذه مرة بعيدة عن بعض، فلازم تدور لك دراجة ولا طيارة توصلك. المهم روح للخريطتين في نفس الجيم وتكون خلصت كل المراحل. التحدي الخامس، ابحث عن سبع صناديق في الاجمال، اما في خريطة شيفتي شافت او في لوني لوج. اظن ان التحدي مرة سهل. اولا سبع صناديق شيء مو كثير، وكمان عادي تفتح سبع في جيم واحد او في اكثر من جيم. وثانيا اختار لك خرائط ما ينزلها كثير لاعبين، وخصوصا لولي لوج. المهم انزل لاي وحده من هالخريطتين وافتح سبع صناديق بالاجمال، وبتكون خلصت التحدي بشكل كامل. ما اظن نحتاج شرح كثير لان التحدي سهل ومباشر. التحدي السادس او رقم ستة، احدث ضرر او دمج اللاعبين بمجموع 100 وانت راكب في اي مركبه. التحدي هذا ممكن يكون شوي صعب لانه بيعتمد على ايمك في اللعبة. لازم تكون راكب دراجة او طيارة او سيارة وانت راكب، لازم تدمج اللاعبين اللي ضدك بمجموع 100. الحمد لله انا طلب 100 مو اكثر، يعني خلى التحدي اسهل شوي. فانصحك تدخل الدو او السكواد وتخلي اي واحد من اصدقائك يسوق الطيارة او الدراجة، واستغل الفرصة ودمج اللاعبين. او الافضل انك تدخل السول وتركب طيارة وتستخدم السلاح اللي في الطيارة وتدمج فيه اللي ضدك. التحدي السابع والاخير، قم بقتل ثلاث لاعبين باستخدام الأسلحة المتفجرة. التحدي هذا أظنه متوسط أو سهل، ما أعرف. لازم تقتل ثلاث لاعبين في جيم واحد أو في أكثر من جيم.
باستخدام الأسلحة المتفجرة واللي هي حاليا الار بي جي واللانشر، واظن ان القنابل المتفجرة تدخل معهم كمان. فايوه شيل اي واحد من الأسلحة وقت الثلاث لاعبين بتكون خلصت التحدي. وفي حركة حلوة كمان ممكن تضبط، انك تدخل للدو او السكواد وتطيح لاعب او تنوكه، وبعدين روح فنش بالقنابل او الأسلحة المتفجرة بشرط انك انت اللي تطيح اللاعب. لذا ايوه جربوها وممكن تضبط معكم لو ما قدرت تخلص التحدي. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة، ولو حاب تدعمني فتقدر تكتب كود المتجر عندك اللي هو سيو SEO، اكتب عندك في المتجر ولما تشتري اي شيء فتقدر تدعم القناة. وبالنسبة لمكان البانر السري راح اشوفكم المكان في مقطع منفصل بينزل بعد شوي، لذا خليكم متابعين، واخليكم مع مقطع سولو سريع. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.